فرقه النادي الاهلي ده طلعت على طول على المطار, المطار مباشره. المطار على طول من الملعب على المطار مباشره. طياره خاصه. طياره خاصه طبعا. يعني يريح نادي الاهلي طبعا انك تروح. بس اتحضر للمباراه كمان كويس. النادي الاهلي لما سافر يوم الثلاث بدري عن المباراه 4 ايام, فده كان شيء كويس. هناك المعسكر كان مقفول, لعيبه كان فيه تركيز كبير, فدي كلها عوامل ساعدت برضو لعيبه النادي الاهلي انها تحط في الاجواء والتركيز الكبير ده. واعتقد يا كابتن اسامه ان ده كمان هيحصل في ماتش العوده. اتمنى برضو ده ان شاء الله, وانا متاكد ان الكابتن سيد هيعمل الكلام ده. شفنا الكابتن محمود الخطيب مع محمد شريف ومحمد قفشه دلوقتي. دي اللقطه اللي احنا اعتدناها دايما من الكابتن خطيب, واللعيبه راح المباراه مسانده ودعم كبير جدا, بيسلم على كل لعيب. دلوقتي برضو في المطار واللعيبه نازله داخل المطار برضو بيسلم على اللعيبه وبيحييها. يعني دي اللقطه اللي احنا بنقول للكابتن خطيب ودوره المهم مع الفريق. ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ برضو نفس الكلام. المباراه اللي هتكون في القاهره يعني مباراه مهمه جدا. كابتن اسامه, المباراه اللي جايه اصعب من ماتش النهارده؟ طبعا طبعا. تتمثل ايه, صعوبتها في ايه؟ خلي بالك انت دي كوره ما فيهاش مكسب مضمون. انت عمرك ما رحت مباراه وانت ضامن المكسب 100%. طبعا النهارده الاهلي كسب لما اجتهد. موسيماني ركز, حط تشكيله كويسه, درس الفرقه الترجي, تغييراته كانت مفيده للفرقه, فحتى في ظل الاجواء اللي كانت موجوده. نفس الكلام المباراه هتكون هنا برضو, ان شاء الله جمهور النادي الاهلي هيكون داعم ليك. اتمنى جدا. لكن ان شاء الله برضو نفس القفله اللي انت عملتها في تونس. لازم تعسكر على الاقل قبل المباراه بيومين, اللعيبه يكون عندها تركيز كبير عشان المسؤوليه توصل انك انت يعني تعدي الدور ده. الترجي برضو مازال, واحنا بنقول الاهلي كسبان 1-0, لسه مازال برضو الترجي عنده حظوظ طبعا انه يدخل المباراه. لسه المباراه ما انتهتش. بس انت عارف يا كابتن ايمن, اصعب حاجه في الماتش اللي جاي طريقه اللعب, تفكير في طريقه اللعب, هتلعب باني شكل. برافو عليك. انت طبعا انت كسبان 1-0 عادي, هتلعب هتدافع وتديهم فرصه ان هم يهاجموا, ولا انت هتهاجم فتفتح مساحاتك, ولا هتلعب جيم يعني في بالانس, في توازن, ولا هتبدا بنفس اللعيبه اللي انت بدات بيها النهارده, ولا اللي نهيت بيها النهارده. صعب قوي. وجود قفشه من بدايه المباراه, ولا خد بالك يعني النتيجه برضو ايه, عارف, حلوه وصعبه شويه. موسيماني ان شاء الله يدرس الفرقه وازاي الشكل, زي ما النهارده فاجئنا بالشكل اللي لعب بيه, اكيد برضو هيدرس ترجي كويس, هيتفرج له على شكله خارج تونس بيلعب ازاي, اكيد هيحط التشكيل ويحط الطريقه اللي ممكن يلعب بيها. برضو النهارده واحنا بنشيد من ضمن اللعيبه, سيبك كابتن ايمن عشان تروح لكابتن عادل, محمد شريف. محمد شريف النهارده عمل مجهود كبير جدا من اول دقيقه النهارده للدقيقه حوالي 85 لما نزل بواليا, كان بيكافح في كل كوره, كل كوره طويله او كل كوره عاليه. النهارده لو ما بنشوف محمد شريف ظهر في كام لقطه للنادي الاهلي النهارده, كانت فرص خطيره ومؤثره. الكره اللي عملها علي معلول عرضيه كان متواجد فيها, لو حط دماغه بس كانت هدف. حتى الهدف اللي اتحسب تسلل على النادي الاهلي. كابتن ده ثانيه بثانيه حصري لقناه الاهلي. كابتن محمود الخطيب مع مجدي قفشه في المطار, السفير. وده سياده السفير برضه مطار قرطاج, وسياده السفير موجود. بنحييه برضه, هو كل طاقم السفاره عملوا مجهود. سياده السفير ايهاب فهمي مجهود كبير جدا صراحه مع بعثه النادي الاهلي. يعني منذ اللحظات الاولى لما بعثه النادي الاهلي بتغادر دلوقتي مطار تونس, عمل مجهود كبير جدا يعني بنشكره عليه. صحيح. كابتن عادل, انت بتقول الماتش الجاي مستر موسيماني ممكن يبقى في حيره, هل هيبدا يلعب بنفس الاسلوب دوت بنفس التشكيل دوت, ولا وجود محمد مجدي قفشه ممكن يغير من طريقه اللعب؟ وخلي بالك احنا النهارده لما بنتكلم على محمد مجدي قفشه, احنا عارفين محمد مجدي قفشه نزل مكان مين, نزل مكان صلاح محسن اللي كان بيلعب على الطرف. فهل مستر موسيماني هيحط كل الكلام ده في دماغه ان هو يغير طريقه, يغير لعيبه, يبدا بقفشه ما يبداش بقفشه؟ طبعا لا, الموضوع محير, وبلال يعني اثار نقطه مهمه جدا ونقطه صعبه, نقطة صعبة, والتفكير فيها برضو هيبقى فيه يعني امور مختلفة شوية. كويس. الامور مختلفة عشان انت بتلعب على ارضك, ولا عشان النتيجة في صالحك, ولا ايه بالظبط؟ لا, عشان تلعب على ارضك, دي أول حاجة. كويس. تاني حاجة, أنا شايف النهاردة إن المباراة أنت كنت متسيدها بشكل جيد جدا, واللي بين ده هي طريقة اللعب. كويس. اللي بين النقاط الضعف اللي عند فرقة الترجي إن هم مش قادرين يوصلوا لك هي طريقة لعبك. هل أنت لما ترجع القاهرة هتلعب بنفس الطريقة؟ اعتقد الاشخاص هي هتبقى موجوده, وممكن جوه المباراه تقدر تحدد انت عايز تعمل ايه. كويس. الاشخاص اللي هم ايه, بدأوا المباراه؟ ايوه, الاشخاص اللي لا انا عارف اللي بدأوا المباراه. لا, ما ممكن موجود عندك, موجود قفشه كمان معاك. كويس. ده جزء يبقى هيغير اسلوب اللعب.
لا خالص ممكن ما تغيروش. ما انت خد بالك لما قفشه نزل لعب مكان صلاح محسن وما ما غيرش حاجه بس هو كان. وخد بالك برضه لو حياتك بصيت هتلاقي ان صلاح محسن وطاهر كانوا بيلعبوهم اصلا من جوه الملعب. فاكر في لقطه كده احنا اتكلمنا فيها انا وكابتن علاء اتكلم فيها لك انا مش حاسس في ناس مش حاسس ان هي موجوده في الملعب. ايوه عارف مين مين اللي خباهم في الملعب؟ لعيبه المدافعين اللي كان بيلعبوا كره طويله مع ان اللعيبه كانت بتدخل جوه الملعب. ايوه فاكر بين الشوطين لما قلنا ان احنا محتاجين شويه اللعيبه تطلع على الاطراف لعند علي معلول واكرم توفيق معنا محمد شريف صاحب هدف الفوز. لما قلنا ان الاهلي محتاج يلعب على الاطراف لان اللعب في القلب كتير بس مش مثمر.